مانتا يوبيشة ديسمبر تهي كوية لباتن لبدي كوني يكودي وحن نجوغنا مقالة قارسة قريجي محمد فارح ديرية دكتور محمد فارح ديرية قريجي سيايان نجوغنا وحن جعل هاي أني يوغونتي إن أني يركشي كيو فرطة سوماليغو هيراركي إيا مراحشي أي سومرتي إيا أفكا سوماليغو قيمها إيا قايها أولي هاي إيا سيدو لسان هاي أما ميله كيمي سياسيا جعل هاي إن أنكشي كيو مقع لغا مسكين ما هيان مقع إيجيدين كدرو وحانا هاي أو جامع عمر عيسى وقبيدي دراويشتا قبيدي سومالي دا تاريخ دي سوماليا حقا هانتا كو تخصصي تخصص ما جيدو كوا اسكولة دا ايو جامعة دا لغا برتو ايو وحانو جيدا كوا غورا هوستيسا ايو جيلا مركا ليلالينا ايو ايو اضياشا دحو دا لغا برتو كاسي يانو جيدا ايو كتبتي تاريخي دا اوهري لمدال عنجري مركا تاسونا وعينكا وحا مهد وين إلهي نوعه إن المان تهلكن ونرتجوه شيخ جامع عمر عيسى وأه متكمل ذا أقولي هندا الصوماليات كو حيل دير هدها يدغنك شيخ جامع وين بدك سو شقين يي ورنتا لقد الصوماليات سجنتي ذا سيف الجبيا ذا وحا فرصة ويا لنا المان إنه نقص زيارة مقارنة جارسة وحا نلقى عطسنا إنه النور يبو عشلة تاريخه أجلد داس وعانو تعلها إن فائدة أوضا نقطة ومدى الصومالية يددك إنت الدنيسة لغد أفكا الصومالية أجنبي الصومالية أهاته مركا وحان ممهد نقينا شيخ تاما الحيلتة هي حوشي أوسو قبطي الصومالي ورورين لغنك إيهدها الصومالية غيبتي وكسو قاطي وأي وحيابة فربضان وأي كمدين وحيوسو الرئي ما أنت هدي أيين يساق أحين ما أينان هلين كمانا أينا راحيسنين gabayadi macaanaha iyo suugaanta cilmi macnaha badneyd ee qotada dheereed oo sheekh jaamac in soo gaarsiiyay marka waxaan ka codsanayaa sheekh jaamac inuu balno soo koobo arrimaha taariikhda iyo suugaanta iyo wixii maanta uu inagu isagu inoogu tala galay halka kan inuu cajaladan iyada dhaxal inoogu reebo waad mahadsan tihiin waxaan isku dayayaa codsigaagaas inaan meel mariyo insha Allahu bismillaahi ta'aala فرتا يا أفكا لبانو كالغادا يا وحن هرسينا يا فرتا وحي أنو كالغرانينو سيدا لوغي هاي لغاو غادي كتبتي فرقوري دا هاي إواغي هريتو للك سوماليا لغاية استعمالي جري أما أضياشو قبايدي أي تريينو نبنين كدحلي أما وراقيه وايدي هريتو لغوري جري قبريادا إيو قدتك إيو للك لكالي هاي وحا وح لغوري جري فرتن عربيغا فرتا عربيغا هي markay dhulka soo gashay Soomaaliya lama sheegi karo wax si loo maleeynaayo deeyinay islaamku markii uu soo galay inay la socotay xeebaha markaa uu noqoto 1850kii markay ahayd wax magaalo ah oo bari ku yiil ma jirin wax soo jiray 12 magaalo oo xeebta ku yaal oo mid waliba leedahay laba magac مثلاً بحدان كوا وحكاقة سوقاتو وحكم مدى زيلع و تاريخ غير له مقع عيدا لبادنا اللو يقان أودل تنلباد وحا جرتم مقال دا اللي يلاهدو عذاري سير رسمي وان بينا هين وانان بينا شيقين ايا افق عربي وغهر قلي فرط عربي وغهر قشي قيسك سوماليا يدو لقو قرايو افقنا سوماليا هاي فرطنا عربي تاي وذا عدد مشايخ دا هي markay qasiidada tiriyaan qasiidooyinka wacdiga ah waxay ku qori jireen farta carabiga afka farta carabiga afkiina waa Soomaali hore uga soo socdo 1872kii waxa soo baxday farti la oran jiray Ismaaniya oo uu soo saaray Ismaan Yuusuf Kennedy farta sababtii loo aasaasay waxay ahayd markii gumaysiga dhulka soo galay aya carabiga laga leexday waxay yiraahdeen niman shakhsiyaadi bal waxaynu inagu isku afgarano isku fargarano aan sameysano fortaas oo lagu sameeyay dalka mudug hase ahaatee magaalada lagu sameeyay la yiraahdo ceelhuur oo magaalada hoobiya ka xigta dhinaca koonfureed
فرتاس وحي سو سوتبا مركي ليغدي سو بخداي ايي هرغشاي او بري يا قلبيد يا كونفور ميل ولبا لاغا قاتاي فر وناغسن او شبنياشيدا يا شقلكيدو هاغاغسن يحي ايي هاد هسه اهاتي وحي غورتاس ان آلادودا لا سمين او ماركتي بيرهودي يا وحي وخ لاغو قوري لا ماكينادودي ان لا سمين هاديو غور وا عوسيين فرتاس ليغدي وا توسو قاداتاي markii ay siyaasadii leegadu socotay siyaasadii leegadu markay socotay ayay waxay yiraahdeen imanka leegada waxaanu sirteena ku qarsano oo isugu diro maaragtay waraaqaha iyo khabarka fartaas ayno ahaato ballan bay ka yeesheen magaalo walba waa lageeyay rag yaqaan ba jiray jigjiga ila arula ila raskambooni ila jabuuti intaas oo dhan ba farta lagu balaariyay oo meel walba laga bartay leegada gudaheeda ayaana u ahaan jirtay meesha galabti lagu dhigo oo dhalinyaradu rag iyo dumar ba ay ku bartaan taan ka soo gudubno dawladda Ingiriiska markay dhulka xukumaayay kama hor iman waxay u sameysatay niman yaqaan oo u tarjuma bal fartaan waxay ku hadlayso laakiin ma ay danayn inay haddii markaa ma ayidin laakiin laba mid baa loo maleeynaaya inuu ayidaad uga jeeday oo uu lahaa maaragtay fartaan way soo bixi doontaa qiime ay leedahay waxba ka hortegin iyo inuu siyaasad uga jeeday oo maaragtay uu lahaa dhulka kan isku hubtay inay dawladdu sii joogi doonto waa waxba shidaleed hageen faragelin labada kala garan ma inuu mid uga jeeday hase ahaatee mana taageerin mana diidin dawladdii afis looran jiray dhulka lagu soo celiyay unadu ku soo celisay Soomaalidu waa nabcayd oo ma jecleen in dhulka lagu soo celiyo talyaani mar dambe maxaa yeelay dadka dhaqankiisi ayuu kharibay allah kharibay marka talyaaniga ayaa ka hortagay oo lacag ku bixiyay oo fara kale to aasaasay waxay keeneen farti la waran jiray laadiinka fartaas Roomaaniga ah dhinaca waqooyina waa lagaga isticmaali jiray rag gaar ah ayaa ku isticmaali jiray koonfurtana waa lagaga isticmaali jiray rag shakhsiyaad ayaa watay farta carabigana rag baa watay Soomaali khaasana rag baa soo saaray oo rabay iyaguna inay ku shirtagaan dawladdi rayidku waxay soo socotaa dawladdi rayidku dhowr goor bay isku dayday inay farta meel mariso laakiin mar laba waxa ka hor imanayay mudaharaad iyo qaylo iyo weerar iyo dhagax tuur culimadu waxa u badnaatay cilada loo diidayna waxay ahayd laadiin weeyaba la oran jiray diinta islaamka ayay naga fogeynaysaa far gaalo ma rabno hore uga soo soco marka fartaas waxa loo yeelay niman khubara ah oo laga keenay dibadaha Cabdirsaq Haaji Xuseen baa u yeeray nimankii waxay sameeyeen markuu ra'iisul wasaare ahaa adigu haddii toodina ha ahaatee waxa la sheekhu talitiisna ugu jirtee waxay ku taliyeen afka Soomaaligu inuu ku haboon yahay in lagu qoro farta laatiinka taas ayay dhaafeen gaaliyo uu ka soo soco marka hadaan xogaa yar halkaa ku iftiimiyo buddiga waxa ku jiray dhexdiisa guux oo rag badan baa laatiinka diidana rag badanina waa ogolaayeen oo waxay lahaayeen wax inoo dhaama ma jiraan guuxaas oo dhan waa looga digay oo wax la yiri nin far sheegan kara ma jiro waxa guddiga sare ee kacaanka ayay taas u taal 1972 bishii Oktoobar 22-kii ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay in afka xuruufta Roomaaniga ee Laatiinka in afka Soomaaliga lagu qoro nimankaas waxay cilaysteen afar xaaladood waxay yiraahdeen xagga dhaqaalaha hadii aan far kale to qaadano waxay nagu kalifaysa ama u baahanaysa dhaqaale badan oo makiinada lagu sameeyo ama lagu hagaajiyo tan labaad dadka Soomaaliga ah xuruuftan Laatiinka waxbuu ka yaqaan oo aqoon buu leeyahay oo nin talyaani ku yaqaan nin ingiriis ku yaqaan iyo nin faransiis ku yaqaan way dadku waa yaqaan oo itaasuna waa arrin meesha ku jirta tan saddexaad siyaasadda dibadda adduunka kama maarmi karo farta carabiga ay waxaad moodaa inay xoogaa yarahay dadka qaarkii dowladaha qaarkood ka didaayaan adigu arrimo caynkaasa ayay cilaysteen si kastaba ha ahaatee markii lagu dhawaaqay waa loo sacabtumay farti nin waliba marka ee waxay noqotay tolka barbarka ka raac dadkaaga barbarka ka raac ayay noqotay
أمر بعد صو ساري وحلينك يبوق عريا وبوق عصب كينا والدولة دوشة غيّة وين شهادة شرف يحوق على غلا لسيا لينك يبنان كي يجوا عن دولة دوشة غين وبوق صو عريا كينا وين لو قيمية ولا قيبية لينك يدبد كجيا سوماليا وان سوماليا هين وأجنبية بوق جهدو صغره وين بالكلية لقال وريجا وبوق سكنة لقيبية قيمة ونكسن لقيبية قد بعلو سميي بوق قيمية وحبوق جاسو قلو نوع كستبها هذه قد أيا لو سميي أجارة يفن أجارة لو لديك عنكو وأوجن تتي وحلا ملكي أبوه الرجال معلمي أبوه الرجال صو صاري حدك تو أكتوبر أنتي كده ما يسنا هدي واحد نقطي جانتار رجل أنا وجد جا فانا هاي هاتي وجد جا أفر يلا تنكا أفسوماليا كشغية اللي يري أيام كم لها شريف صالح محمد أيام نوم لها وحلا يري نبوي حكي أنا له هلو تحجريو أدان هاتن بنان كيس صادقه وحن وحن كيني بو قادر أويشته أو بقول يلا بقول لحية طبعاً قوي أي كورنت هاي وسيد كمريي يلحية طبعاً قوي أو كليته أو حرير لاله أيام بو قاسو صاري مركي ليس وحلا يري نفي عن باتاي هول كرب باتاي بالير مركدتك وحلاو غيمينا يي أو وحلاو سينا يي نن هول كرب باتاي بالورنجري نن وداني باتاي بالورنجري نن كعام باتاي بالورنجري صدق هذا مجا أيا جري نن كعام كا أيا ليس حجرا يحوجا مجا ما هي لي هو كليته وحلاو أركا إن يدري سعوديين أنا وكعام ما نغن ما هي وداني لما نقول ما نقولي هول كر نرى لو الشهادة أنكو قاتي شهادة مارة هي شهادة مارة تقالينا أي أنكو قات تاسونا وعين كاس لما بوقي كلي توقو قيمة بدنا وبوق اللي يراه ديوانكي أفكا سوماليقا وهو قري ياسين عثمان كين الديد وسألونا ولما بوق أي أنتي لسو ساري سنتكي هوري وقو قيمة بدنا وقو قاية بدنا هدنا وليدتك قعنتي سكجرة وليدتك جعليها وحس جرتي صدح بغول يا دوري وتدوات بوق ولا دياريي ولا دياريي إن لا دارعه لون قيبيي دولة لها دونك إنه نو تاجران تليانك أيه السويدن أيه بوق هنا مصر بالغو دابعي والله جيا با مال جيا يوم ماري هدا الدنيا اللي بوقا كلو قانتاي وحلا سجايا وقت إلهي سومالي ده يسوع ربيه marka odayaashi hore sheekooyinka laga helay fariimaha gabagay isugu diri jireen waanada gabagay isugu diri jireen talada gabagay isugu diri jireen gabaga digashada isaga isku guwaabin jireen afka Soomaaliga gabayga ayaan ku wadaay isaga ku garqaybin jireen isaga Ilaahay markii maaragtay maxuu ahaay la bariyaayo lagu bariyay jiray afka Soomaaliga marka dhan loo dhigaba wuxuu ahaa af hodona oo lagu meel maro oo nin waliba ku meel mari karo gabaygiile buraanburkiile guurowgiile geeraarkiile maaragtay maxuu ahaayay wigladiile heestiile wax walba leh xoolaha markii lagu heesaayo heesti geela heesti looda heesti ariga heesti heesti fardaha kulligood shanta meesi af shanta me afarti wariye hadii wagiil isku gargaariyo wax tarbaan ku qabaayo wali khayr lamiyaabo afarta wariyahaad oo ninkaasu sheegayo waa geela iyo looda iyo ariga iyo gamaanka afartaas mid waliba wuxuu leeyahay heesiisa gaara marka la waraabinaayo marka la dheelmaayo marka la caraabinaayo marka geedi loo wado marka la daajinaayo mid waliba waa caankaas marka inuu afoodana yahay taasaad ku ogaanaysa dhalisha kaliya uu leeyahay waxay tahay xibaha ma jiro ee had iyo jeer waa xoolo raacatada la socda xoogiisu wuxuu la socdaa xoolo raacatada marka Soomaalidu waxay isweydiyaan ragii af Soomaaliga gabagoodii garaga laga hayo yaa ugu gabay badnaa lama sheegi karo taas hebel baa ugu gabay badnaa lama oran karo laakiin haatan ragii hore hadaan ka nimaadno waayadii hore ragii dambe ama waayadii lama soo gaaray in Cabdulla Xasan ninka la yiraahdo nimu waa haystaa inaanu jirin baan u malaynaya hadal buu ku sheegay oo wuxuu yiri hal madow higaad iyo quraan
هاي ووري بنهارنيني هو يا لقبي هلا إياه ما سونين كلام نفتي صاحبري هو ده أنا كقوله إنك سونين مركي أول هاي سووها وهذا الكي سميل مرينا يي وارمهان قبل حروف تسوماليكا مركي شبنياشا قاركود يقوى كلت مار شغلة دابا مركي الله يسكت دارو نينكا سو لبا حرف ما هاي انت كلتو قبل بوخوك يعني وخادا قبل جيسي كمهلين يأذن قبل جيسي كمهلين لكن حروف انت إذا كلتو قبل بوخوك يعني مركي قبل يبا جيرا تبني إياه وديلك كريه وكو مريي أما هذا كريه كو مريي أما ووغا كو مريي أما مينكا كو مريي رجل كلي يجب يودينا ساس ويانو نوالي بان ننهد موضوع كلي هايستا إيا ننرع والبكاة قبي آيا لبضا وويلة هايين قيراركا إيا وقلدا إيا هايستا إيا دانتدا إيا ساركا إيا قوروغا إيا برامبركا ننع الله إيقابا إنا أذير وافضنا محادكا قبتا إله ونقو هنوني واقي قدق الله سو ساري قدق سومالي ووحي واقي دمت دياريان الله هرهر بادية مركي لغا سو نغضي بقول كيف الله يو تدوباتن إلى فرتاس مالك تيمحوا هاي اللاتين كأه أفك سومالي كقوري كران وغفوري وغدي سكقورتي إسلام ولي برا أنت يقول كذا لقى شيء ويل كذا يرتدي تريمان دو يقر هو يادو ميان غور يقون ما هو غور يقانه ما دو كل اللي بادب كيجا صادق سي بادب كسارنو سان كشقينا جاي يقول هذا الكلام كويريه أريما هالسال سوماري مركا منكو جبو حكوية هاي أفكيسا جبو حكوية هاي فرتيسا بغر روحو كويا هاي أفكيسا بغر روحو كويا هاي مهديسا يدغان كيسا مركا اللي يرادة الصومالية الملكة استبهات جوغين وحان كلتان لها أنو هاتن ورح أسر جوغتاني وابسي صغضاي بسم الله الرحمن الرحيم وابسي صغضاي وحان كلتان لها ورأف ايدنا نغون وايدنا نقدران وهو يدين يابهين اي نغون يأووغين يأذيركين قبل نما يدين سين ما يه كي أفكي هيدها هلو نغضو sida wadaadadu hadan ugu waaninayaan adduunka oo dhan quraankii ha loo noqdo waxa la leeyahay damiyada dhacay adduunka maanta ka dhacaya waxa laga tagay kitaabkii quraanka ahaa damigu wuxuu ka dhashay halkaas oo ummada muslimka lagu ciqaabay anagu waxaan leeyahay hadii aynu ka tagno afkeeni Soomaaliga waa la in ku ciqaabi doonaa waxaan ku soo xatimayaa gabay gaaban adduunyada maanta waxa ka jirta shido arrin baa la isugu imanaya arrinkaas waa ribanaya madaxa la iska shanaya hadii ninkii ka arrin shaayaa nin rag ah shiraguugay waa yeel abyamay talaasha dowday irdajiga albaabay isku xiran ee la bixin waayay xajada afraha duubatay oo loo ilmamin waayay nin oqoon leh aw iyo hadii odaya loo saaro ninkii maalinta ka arrin sha aqal soo maaha adduunyada maanta waxa ka jooga ninkii ka arimiyow nin ragadhe